والله يا بارك جبنا الخداوي والتحينا قصدنا بلاد مكة والتحينا يابا 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 نعم نعم يابا يا حادي المراكب نحبنا نزور البيت ونكبر نعتيب حبيبي يا عيني يا قاصد يم الطيبة والدليل معاك سلم عبا الفاطمة والصحابة معاك يا قاصد يم الطيبة والدليل معاك سلم عبا الفاطمة والصحابة معاك ونجيب باب الصلاة والذنوب معاك عندك يا بالفاطمة يا 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 مبعوث انت لقى ونجيب باب السلام والذنوب معاك عندك يا بالفاطمة يا مبعوث انت لقى ذنوبي أثقل الظهر وانت لقى سبحان من خصك بالشفاعة وانت لقى اشفع لنا وادخلنا الجنان معاك يا 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 حبيبي ولا جد يمي لآل العوى هل تعلمين منهم عاداتهم بالسقى ما يذكروا منهم هم شجار الكرب واحنا فرع منهم أمي أنا الفاطمة والمصطفى جد